دوزتها كيف المغاربة وكيف الناس في العالم كامل، دوزتها في الجو عائلي وخايفة على ماما وعلى دارنا، وحبست كاع لي زاكتيفيتي بيان سور، لانه اصلا كلشي محبوس. من الناس بارفو كيسولوني اجي هنا اجي هنا، مي انا كنحاول نقص من هادشي، لانه بصراحه الوقت مازال باقي صعيب، وباقي الناس في مرحله الفاكسون، وباقي لاج ديالنا حنايا مازال ما تفاكسيناوش، يعني مازال باقيين معرضين للخطر كل ساعه كل دقيقه كل يوم. الله يرد البال، الله يرد الباس، الله يرد بينا ويحفظنا ويحيد علينا هذا الوباء، وعاد ساعه ترجع نور وتنتشر وتضحك وتنشطكم دابيتود. لي مي دابا انا ما قادراش، حيت كنقول غنديروا شي حاجه غنجيو من السوسه، وبزاف ديال لي زيفينمون دازو شويش وجاوني مسوسين وما ليهم بسالو، لانه واش ما احترمتوش الناس اللي ما عندهمش، ما احترمتوش الناس اللي مقصحين، ما احترمتوش الناس اللي مكلعين بهذا الوباء. كاين اللي باع جميلاتو، كاين اللي تريتور اللي باعهم مسكينين برميطات ولي فوغ والفريجيدير، ولي ميوزيسيان مسكينين، كاين اللي باع الات موسيقيه. انا ضمنه مع الشعب، وانا مع الشعب لانني انا وحده منهم، وبحالي بحال عباد الله، انا مكمشه وضربت طم وساكته وكنتسنى الله يرفع علينا ان شاء الله هذا الوباء.